يمنيات تحت التعذيب في سجون الميليشيا بصنعاء. إخفاء المئات من النساء اليمنيات وتعرضهن لأبشع أنواع الانتهاكات، تعذيب وابتزاز ونهب مجوهرات وأموال وتهم كيدية من أجل الكسب غير المشروع. تطور خطير في سلوك الميليشيا. ماذا بعد؟ أهلا بكم. تقارير حقوقية ووكالات عالمية وصحفية تؤكد أن ميليشيا الحوثي أخفت وعذبت عشرات النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، وأنها ابتزت أهاليهن. واحد من الأساليب الجديدة التي تفننت ميليشيا الحوثي في ابتكارها لأذى اليمنيين وانتهاك إنسانيتهم في مناطق سيطرتها. هذه المرة انتهاك أعراض اليمنيات وابتزازهن ونهب مجوهراتهن وأموالهن وإخفاؤهن أشهر طويلة بتهم كيدية غرضها الكسب غير المشروع. يبدو الكثير من اليمنيين مصدومين من فداحة ما تتعرض له بعض النساء في صنعاء من تعذيب وابتزاز مالي من قبل ميليشيا الحوثي. تتزايد مخاوف اليمنيين والمنظمات الإنسانية مؤخرا من انتهاك الميليشيا الحوثية ضد نساء صنعاء بعد كشف هذه الجريمة عبر عدد من التقارير، منها تقرير المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر ورابطة أمهات المختطفين ووكالة أسوشيتد بريس الأمريكية وصحيفة الإندبندت البريطانية وغيرها من المنظمات الحقوقية. ما يجري في الآونة الأخيرة في العاصمة صنعاء من اختطاف ممنهج للنساء والفتيات، لا سقف هنا للجريمة ولا ضوابط، فأن تكون حوثيا تلك أكبر الجرائم لتفعل بعدها ما تشاء. كانت البداية فيما كشفته منظمة مكافحة الاتجار بالبشر أن جماعة الحوثي اختطفت 120 امرأة في صنعاء، منهن تم احتجازهن لدى البحث الجنائي الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات منظمة وجماعية للنساء بتهمة الدعارة والتعاون مع التحالف. وأكدته وكالة أسوشيتد بريس في تقرير لها أن جماعة الحوثي تقوم باحتجاز عشرات النساء في اليمن وتعذبهن في سجون سرية بالعاصمة صنعاء دون تقديمهن للمحاكمة أو اتهامهن بجريمة. من جانبها ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير لها أن ميليشيا الحوثيين أخفت وعذبت عشرات النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن وأنها ابتزت أهاليهن. كشف ناشطون عن تعرض عشرات النساء اليمنيات في صنعاء لممارسات إجرامية على يد مسؤولين أمنيين حوثيين. التطور الخطير في سلوك الميليشيا ضد النساء دفع بناشطين يتبعون الميليشيا ذاتها إلى نشر رسالة موجهة إلى المفتش العام في وزارة داخلية الميليشيا، تضمنت معلومات خطيرة عن تعرض عشرات النسوة للاختطاف من قبل العميد سلطان صالح عيضة زابن المعين من قبل الميليشيا مديرا للبحث الجنائي بأمانة العاصمة. الرسالة أكدت أن الأخير يقوم باختطاف وإخفاء النساء في منزل كبير قام باستئجاره في شارع تعز بصنعاء وحوله إلى معتقل للنساء، وأنهم يقومون باختطافهن وإخفائهن فضلا عن استخدام أخريات للإيقاع بالناشطين والإعلاميين المناوئين للميليشيا. الرسالة تقول أيضا أنه يقوم بالمتاجرة بأعراض اليمنيات وحقق من وراء ذلك ثروة، مشيرة إلى أنه تمكن من شراء منزل في حي عصر بقيمة 150 مليون ريال من وراء ذلك. أحد عناصر الميليشيا كتب على صفحته أن ما يحدث على يد سلطان زابن لم يسبق له مثيل حتى في العصر الحجري. ميليشيا الحوثي سارعت بإصدار أمر قهري بالقبض عليه مع اثنين آخرين في محاولة لطمس ملامح الجريمة التي بدأت تأخذ ردود فعل دولية وإقليمية وظهر أنها ستجلب عليهم المتاعب. إذن مشاهدينا الكرام، ستكون معنا في هذه الحلقة الأستاذة شاق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وكذلك الأستاذة لينا الحسني رئيسة منظمة أكون للحقوق والحريات عبر سكايب. مساء الخير عليكما ضيفتي الكريمتين. مساء الخير آسيا. أهلا بكم أستاذة شاق. لو بدأنا من عندك،
بالتأكيد تابعت التقارير التي صدرت المحلية والدولية أيضا، مثل أسوشيتد بريس وتقرير منظمة مكافحة الإتجار بالبشر، والتي تحدثت عن سجون سرية للحوثيين يحتجزون فيها نساء بطرق غير شرعية ودون تهم قانونية. كيف تابعت ذلك؟ مساء الخير آسيا. بالنسبة للموضوع باعتقادي هو الحديث عنه متأخرا جدا في مثل الأوضاع التي مرت بها اليمن منذ العام 2015 وحتى اليوم. مثل هذه الانتهاكات متوقع حدوثها، ولكن كان ربما السكوت عنها واضح بشكل كبير في ظل النزاع المسلح وفي ظل سيطرة يعني جماعات خارج الدولة أو ما يسمى سلطة الأمر الواقع التي لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها البلد. نتوقع مثل هذه الانتهاكات وربما ما ظهر منها ربما شيئا قليل. نحن في اللجنة الوطنية أصدرنا تقرير خاص بالسجون ومراكز الاعتقال المتواجدة في الجمهورية اليمنية، وتم توضيح ذلك بأن هناك نساء في محافظة في صنعاء في أمانة العاصمة وفي محافظة الحديدة تم اعتقالهم اعتقال غير قانوني وخارج نطاق القانون وتعسفي، وتم أيضا إخفاء هؤلاء النساء، وكان هذا الحديث عنها ربما لم يأخذ ذلك الكثير من تسليط الضوء. لكن من الجميل أيضا التركيز بشكل كبير من منظمات حقوقية تعمل في صنعاء أو خارج صنعاء، وإضافة إلى الوكالات الإعلامية مثل الوكالة الأمريكية، باعتقادي يعني أوضح صورة بسيطة من ما تعانيه النساء في المحافظات بشكل عام في اليمن بسبب النزاع المسلح، وفي المحافظات اللي ربما كما ذكرت التي تقع تحت سيطرة جماعات خارج نطاق الدولة أو ما يسمى سلطة الأمر الواقع. مثل هذه الانتهاكات هي لو نظرنا الموضوع أنه ليس فقط اختطاف ومن ثم اعتقال ووضع في سجون غير قانونية أو غير رسمية، البدء هي مسألة ربما سلسلة من الانتهاكات التي تبدأ ربما في مسألة الابتزاز، في مسألة القبض نقول بطريقة غير قانونية. القوانين أوضحت طريقة التعامل مع النساء حتى إن كنا متهمات أو معرضات نقول للمساءلة القانونية، فما بالك في نقول انتهاكات مستها بشكل مباشر وبشكل غير مسبب أو غير مبرر. لهذا ما ظهر كما ذكرت من عملية إعلان أو عملية اعترافات من قبل الجماعة الحوثي في صنعاء أو من قبل بعض الموالين لهذه الجماعة بوجود مثل هذه الانتهاكات، باعتقادي بأنه جزء يسير مما يطال النساء في تلك المناطق وفي ربما كما ذكرت عدد آخر من محافظات الجمهورية اليمنية. نعم، إذا لو انتقلت لك أستاذة لينا وسألتك عن متابعتك للتقارير التي تحدثت عن هذه السجون السرية للنساء في صنعاء واتهمت أيضا لهن بالدعارة والعمالة وغيرها من التهم الجائزة، ربما استمعت لتعليق الأستاذة إشراق المقطري التي وجدت أن الأمر بدأ متأخرا. صحيح عزيزتي آسيا، أنا أتفق مع ما قالته إشراق، الأمر بدأ متأخر ومتأخر جدا. نحن نقترب على السنة الرابعة، لا نعلم لماذا تم التستر أو إخفاء مثل هذه الاعتقالات. حسب ما قرأته 120 امرأة، أنا لا أعتقد أن هذا هو العدد بالضبط، لا توجد منظمات ترصد العدد الصحيح العدد بشكل صحيح، خاصة أن صنعاء تخضع لسيطرة الإنقلابيين. كان أعتقد كمان أنه التأخير أو التستر على هذه الدهوة كان مش ضعف الأهل بقدر ما هو كان تهديد خوف لهم، كانوا يريدون أيضا كسر هذه الأسر بهذه التهم. عندما لا يجدون أي تهمة للنساء بشكل عام نحن نتحدث، وحتى هذه السجون كان الحوثيين إذا لم يجدوا أي تهمة للنساء أو شيء حتى على وسائل التواصل الاجتماعي يتهموا على طول بالدعارة بالتشهير. نعم، تهم شرف. نعم، يعني هذه هي طريقتهم على أكيد أبسط شيء يتهموها هو في الشرف. هاي كانت إمرأة حتى إن كانت مجرد مخالفة لهم بالرأي، فما بالك بهؤلاء النساء اللواتي يريد ابتزازهن أو ابتزاز أسرهن. فهو جاء متأخر جدا، لا نعلم العدد الصحيح منذ قرابة 4 سنوات، لا نعلم
ما هي الانتهاكات الأخرى داخل السجون؟ هل فقط هو الابتزاز؟ هل هو فقط ابتزاز أسرهم؟ أو كما يقولون أنه الإيقاع، شبكة للإيقاع ببعض الناشطين كما ادعوا، أو هناك انتهاكات أخرى داخل السجون هؤلاء النساء؟ نعم، إذا اسمح لي أستاذة شاق، أنت والأستاذة لينا، أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ نبيل فاضل، وهو رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، عبر الهاتف. أستاذ نبيل، مساء الخير. مساء النور والعافية. طبعا أنا لا أسمع ضيق الكلام. إذا لا بأس أستاذ نبيل. نعم، بداية دعنا نتحدث عن يعني كونكم أول من كشف هذه الجريمة للرأي العام، ما هي تفاصيلها وكيف توصلتم لهذه المعلومات؟ مساء الخير للجميع، مساء الخير للمشاهدين أيضا. بموضوع اختفاء واختطاف، أنا أشهر استقبال البلاغات لدينا في المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، قسم من الرفض واستقبال البلاغات، وتلقينا عدد من البلاغات المتعلقة بإخفاء الفتيات. ولدينا طبعا قبل أحداث 2014 لدينا شراكة مع وزارة الداخلية في مجالات كثيرة، منها ظاهرة اختفاء النساء، ونتبادل ونتشارك المعلومات مع بعض في حالات الاختفاء. لكن في بعد 2014 اصبح صعب جدا ان احنا نعرف اي معلومات عن طريق وزاره الداخليه. كشفنا من خلال البحث والتحري عن ايصال هؤلاء الفتيات الى الاداره العامه للبحث الجنائي الذي يراسها شخص يدعى سلطان زابل. اكدت كل المعلومات ان البنات الذي وصلوا بلاغات الينا انهن مختفيات وانهن نعم موجودين واحيانا مش موجودين، هم رضوا بالتاكيد 100% يعني كان موجودات لديه. فدارت البلاغات وتعرفنا على اشخاص اثناء تقديم البلاغات على اسر اخرى تبحث عن النساء اقاربهم المختفيين. جمعنا عدد هائل من البلاغات حول هذا الموضوع وبدانا كشف هذا الموضوع قبل 6 أشهر تقريبا. ابلغنا بعض المنظمات المحليه كمنظمة مواطنة، ممكن تسألوا مواطنة أيضا، أبلغناها وأبلغنا تقريبا، أبلغنا وزير حقوق الإنسان، أبلغنا المفتش العام لوزارة الداخلية، أبلغنا أيضا وكيل وزارة الداخلية قبل أشهر. نعم، قلنا لهم بالحرف الواحد هناك معلومات مؤكدة عن اختفاء واختطاف عدد كبير مهول جدا من الفتيات، ويتزعم عملية الاختطاف المدعو فلان مدير عام البحث الجنائي. الموضوع كبير، حاولنا معهم ان نتدارك الموضوع قبل ان يصل الى الاعلام قبل اشهر عده. تجهلون القانون، النساء عندنا في اليمن خط احمر، احيانا كان سابقا الشخص حتى لما يرتكب جريمه القتل ويهرب الى بيته وداخل النساء، يصعب حتى على النيابه ان تعطي توجيهات اقتحام منزله، يظل محاصر البيت. لكن هؤلاء اقتحموا البيوت واقتحموا المطاعم، اقتحموا الحدائق، اخذوا النساء بالجمله واحتجزوهن لاشهر لسنوات، بعضهم قرابه سنه منذ ان تم اختطافهن ولا يعلم اهلهن عنهن شيء. عندي معلومات موثقه، عندي بلاغات كثيره، عندي وثائق، عندي ما يثبت كل ما اشرت اليه. نعم. عندي أسر، أنا أتحدى أي ناشط إعلامي من داخل العاصمة صنعاء ومسعر. السبعين وإلى البحث الجنائي، وخلال فترة سنة وعمرها خلال فترة سنة كاملة لم تتمكن إلا من السماح لها بالاتصال تلفونيا لها ب30,000 جماعة، أحد المشرفين اللي تتكلم معاه بنتها. ماذا يعملون ببنات اليمن سنه كامله؟ اي نعم، اذا لما دعني اسالك استاذ نبيل، نعم يعني ربما السؤال الذي طرحته الأستاذة لينا والأستاذة إشراق أيضا وهما ضيفتي عبر الأقمار الصناعي وعبر سكايب، أنه لما تأخر التقرير حتى الآن؟ يعني الانقلاب حدث منذ 4 سنوات، وبالتأكيد هناك الكثير من الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، فلما صدر التقرير الآن خاصة أنتم تتابعون المسألة منذ عام؟
طبعا نحن بالذات لم نتابع هذه القضايا الا من قرابه 8 شهر هذا للامانه. وبعدين احنا كمنظمه متخصصه في نتابع هذا المشهد من مهامنا ان احنا نتابع هذه القضايا، من مهامنا متابعه قضايا تجنيد الاطفال، من مهامنا متابعه قضايا الاتجار بالاعضاء البشريه الذي سنكشفه في تقرير قادم وخطير جدا وسيكون صادم للسلطه الامر الواقع. دريت التقرير لم نتطرق لهذه الاشياء لاننا في وضع استبدادي قمعي ارهابي، مجرد ان تتطرق الى شيء بسيط ممكن ينهوك، يعني ممكن يقتلوك، ممكن يقتحموا بيتك، ممكن ياخذوا مساءات، ممكن يعملوا. فمن الصعب جدا ان تقول كلمه الحق. عندما يقتل شخص في الشارع وتذهب تقول لهم كيف قتلت الشخص هذا بسرعه البرق، يقولوا هذا داعشي، هذا عمي من الفدا، يعني لا يسمعون لاحد. نعم. إذن وصل الى مرحله من الصعب جدا ان على اي شخص انه يقول الحقيقه وهو يتبع داخل قلعه في صنعاء. نعم. إذن الحديث أيضا عن مسألة أنه داعشي والتهم الجاهزة ربما ظهر في بيان وزارة الداخلية التابعة لميليشيا الحوثي والتي أصدرت بيان كذبت فيه بيان منظمتكم واتهمتكم بأنكم عملاء للعدوان وأنكم تريدون تشويه ضباط الأمن وأن هناك شبكة دعارة هي تعمل أساسا للقاء بالمجاهدين ويعني تتعاون مع العدوان حد توصيفهم. طيب لما لا تتم يعني محاكمة هؤلاء النساء قانونيا ولما رفضت النيابة أيضا النظر في ملفاتهم؟ يا أختي الكريمة، أولا نحن لسنا مرتزقة. أنا تقريبا من عام آخر ما خرجت من العاصمة صنعاء كان في عام 2012 عندما ذهبت إلى بيروت في لقاء مع قناة الحرة. أنا داخل صنعاء وكان بإمكاني أن أربط خيوط مع كثير لكنني لا. أنا أعرف أن تلفوني مراقب خلال سنة تقريبا وهم يراقبون تلفوني ورسائلي ويجمعوا، وقد هددوا لي بالكلام هذا كله. أتحداهم يثبتوا إثبات بسيط أن لي علاقة بأي شخص في الخارج ولا بأي جهة. أنا أتحدى وزير الداخلية هذا شخصيا أو نائب وزير الداخلية يأكدون عدم صحة الكلام هذا، لأنه معي دليل. معي دليل، أنا أتكلم بالدليل. معي دليل على أكبر يعني مثبت وموثق ومسجل لأكبر قيادات وزارة الداخلية تأكد وجود أكثر من 80 واحدة هم اللي كانوا هكذا، وانهم لم يستطيعوا تسليمهم لاهلهم خوفا عليهم. طيب سنه وانت عاجز لا تجيب سنه تسلمها؟ لا مش صحيح. انت ما قلت الكلام هذا الا بعد ما قلت لك انا في معك سجن هناك داخله فله داخل هناك النساء. رجع قالوا لي هكذا. انا اتحدى وزير الداخليه يكون صادق ويقول الكلام ذا غير صحيح. انا اقول لكم اعطوني اعلامي حر وانا اعطيه اسر لها سنه مختفيه ومعلومات مؤكده وموجوده عندهم في إذا لما لا يتم نشر هذا الدليل استاذ؟ الاشخاص الذين اتهموا بهم وهربوا. نعم، لما لا يتم نشر هذا الدليل استاذ نبيل حتى يعني نعم يتضح دجل هذه الجماعه والبيانات التي تصدرها ومفتي الديار الذي اصدر فتوى بجواز ما يقومون به؟ نعم. الادله التي معي ساعتصم فيها واسلمها للقضاء الدولي، لان هذا ما يحدث اجرام لم يصل الى، لو عدنا لالاف السنين لم يحدث هذا الكلام على الاطلاق. بالامس حكم شمس الدين يصدر بيان بملاحقتي ويوجه المجاهدين للملاحقتي، يعني باعتباري هدف مثل العدوان. ف أنا أعتقد الملفات موجودة عندي، الأسماء موجودة عندي، التوثيقات موجودة عندي، وسأسلمها في الوقت المناسب لجهات دولية لمكافأتهم. أنا حاولت أن أتدارى الموضوع ولا أريد أن يصل إلى الإعلام. أردت أن نحل الموضوع بهدوء قبل أن نثيره. حاولنا مع كل الجهات الذي كادرة لكن وجدنا لا. كلهم ليسوا أصحاب قرار، يعني الجميع كل شخص يخاف من الآخر. تجي يقول لك سلطان زابل يقول لك هذا يتبع الجناح الكرار، هذا ما نبي ندخل في موضوعه. طيب لا قالوا يتبع جناح، كانهم يعني الجناح كل واحد ما يدخلش في الاخر. اين نذهب؟
أبلغنا المعهد العام. وصلت الفكرة، نعم. نيابة البحث الأستاذ كلها شبكة تحت أيديهم في نهاية الأمر. شكرا جزيلا لك نبيل فاضل، رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذة إشراق. أستاذة إشراق، يعني استمعت لحديث الأستاذ نبيل، الموضوع ربما يتم بحثه منذ عام تقريبا، لديه الأدلة الكافية، لكنه حاول أن يخرج هؤلاء النساء بطريقة ودية، بطريقة يعني دون أن يصل الأمر للإعلام. وتعلمين أيضا كيف تجيش الميليشيا كل أجهزتها لتظهر براءتها. الأمر وصل إلى صحف عالمية، هل تتوقع أن يتطور الأمر أكثر بعد ما تم نشره؟ أولا يعني ربما لم يساعدني الصوت في الاستماع للأستاذ نبيل بشكل جيد، لكن حقيقة هو عبره وأحيي فعلا منظمات المجتمع المدني التي ما تزال تعمل في المناطق الصعبة، في المناطق التي فيها الكثير من تعقيد الحريات. مثل هذه المنظمات بالفعل تعطينا الكثير من قنوات الوضوح والوصول للمعلومة بشكل نقول مقبول، ولهذا ربما نجد لهم العذر في مسألة عدم البوح بشكل سريع أو بشكل كامل بتلك الوقائع أو تلك الانتهاكات. بالنسبة للموضوع الآن أصبح ربما نقول متداول حتى أمام العامة، بدأت الآن الأصوات تظهر أمام المواطنين أيضا، من المواطنين، من أهالي الضحايا، من الناس بدأ عملية رفع الصوت بأنه بالفعل هناك انتهاكات طالت النساء أثناء الحرب، أثناء الثلاث سنوات التي مضت، انتهاكات مختلفة. ربما كما ذكرنا في أوقات كثيرة بأن للأسف في مثل هذه الظروف منظومة حقوق الإنسان كلها تم بها يعني ضرب، يعني رميها عرض الحائط وعدم النظر إليها، ولهذا كان الكثير يعتقد بأن هذه حقوق الإنسان ممكن أن تمس جميع المواطن إلا المرأة بسبب العرف والعادات والتقاليد، لكن ما رأيناه من مساس بكرامة المرأة، مساس بحريتها، مساس أيضا حتى حقها في مسألة الحركة والتنقل والتعبير عن رفضها في تلك المناطق. باعتقادي ظهر جليا في الأشهر الماضية وفي كثير من الصور وكثير من الأخبار والأحداث. الآن أمامنا نقول قراءة حقيقية واضحة بأن انتهاكات حقوق الإنسان طالت النساء بشكل حقيقي وبشكل جلي، كونهن نساء بشكل أكبر بعيدا عن أي أسباب مبررات أخرى. لكن غالبا ما تتجه للأسف كثير من القوى، بالذات القوى التي خارج نطاق القانون أو القوى نقول التي لا تتبع الدولة، إلى تبرير توجهاتها بأنها مبررات أخلاقية، يعني سرعة كيل تهم للنساء، بالذات التهم المرتبطة في مسائل الأخلاق، كونها ربما لنقول التسويف ولتغطية حقيقة تلك الانتهاكات، بأن يتم كما ذكرت كيل تهم غير أخلاقية للنساء. هذا ربما اللبس الذي يطال حقوق النساء هو كان بالفعل يتم حتى قبل الحرب، كانت عادة ما توصم ربما النساء بوصمة العار مجرد القبض عليهم، فما بالك الآن في أمام سلطة غير قانونية أو سلطة خارج نطاق القانون غير مساءلة بشكل كبير. ولهذا نقول نحن الآن بالنسبة لنا سواء في مؤسسات الوطنية مثل اللجنة الوطنية للتحقيق أو حتى في مؤسسات إنفاذ القانون مثل القضاء والنيابة، إضافة لبقية المؤسسات، نقول التي يجب أن تنظر لمثل هذه الانتهاكات بنظرة حقيقية، ليس النظر للعدد الذي ذكر بأنه أكثر من 100 معتقلة سواء في صنعاء أو في الحديدة أو حتى في مناطق أخرى، لكن النظر لحقيقة الانتهاك وبأن هناك انتهاكات أخرى نقول يعني لازمت مثل هذا الانتهاك، وهو الحق في الحرية وتقييد هذه الحريات ووضعهم في أماكن غير قانونية، معاملات قد تكون معاملات يعني مهينة، معاملات غير أخلاقية. بالتالي قياس هذا الانتهاك وما يرابطهم انتهاكات أخرى، هناك كما يعرف الجميع بأن الدولة الآن حالياً مساءلة عن
كافة الأفعال أو كافة تلك الممارسات، حتى نقول الجهات الغير ملتزمة باتفاقية الدولية أو غير ملتزمة نقول حتى بالقانون، مثل الجماعات المسلحة ومن دونها جماعة الحوثي. مثل هذه أيضا الجهات يجب أن تنظر الدولة لمسؤولية هذه الجهات وعملية المحاسبة والمساءلة المستقبلية مثل هذه الانتهاكات، لا سيما أن الكثير من أسماء الجناة ظهروا بشكل علني أمام الإعلام، ظهر أسماء قيادات لهذه الجماعات أو حتى قيادات نقول أعطيت صفة ضبطية في تلك المناطق. هذا يساعد كثير في مسألة المساءلة ومسألة المحاكمة ومسألة تتبع مثل هذه الانتهاكات، وقياسها بعد ذلك على وضع حقوق النساء إجمالا. نرى مثل هذه نقول التقارير ومثل هذه الحقائق التي ظهرت بأنها مؤشر كبير ومؤشر حقيقي لوجود انتهاكات أخرى طالت النساء في تلك المناطق وفي مناطق أخرى، حيثما ظهرت مؤشرات أو حيثما ظهرت عدد من العينات وعدد من الوقائع التي تساعد في كشف هذه الحقيقة. نعم، إذا أستاذة يعني اسمح لي أن أنتقل للأستاذة لينا وأسألها، إذا كان أبقى معك إذا أستاذة إشراق العفو، يعني برأيك يعني مسألة المجتمع المحافظ ومدى تأثير ذلك سلبيا عليه، يعني استخدام النساء كما قلتي حتى من قبل مسألة العار ومسألة الشرف بهذه الصورة والاتهام يعني بمسألة الدعارة والأخلاق، ما رأيك يعني ما تأثير أو ما مخاطر اللعب على هذا الوتر الحساس وابتزاز الأهالي من هذه الناحية؟ نعم أستاذة شاقة، السؤال موجه لك. نعم نعم، أوجه سؤالي لك مرة أخرى، وهي مسألة أنت تحدثتي عن أن مسألة الشرف وكيف أنها يعني هي الأسهل للمرأة، وربما اتفقتي أنت والأستاذة لينا على هذه المسألة عفوا، برأيك ما مدى تأثير هذا الأمر على نسيج المجتمع، على أيضا المدى القريب والبعيد انتشار مثل هذه الجرائم وسهولة الوصول للمرأة، رغم أن نعلم تماما أن المرأة كانت شيء كبير بالنسبة للمجتمع اليمني؟ يعني هو المؤسف كما ذكرت بمسألة ضرب كل هذه القيم وعرض الحائط، يعني المؤسف أن كل الضوابط الاجتماعية إضافة للضوابط القانونية انهارت بمجرد بدء عملية بدء نقول أشكال الانتهاكات المرتبطة في الحرب. كان ربما وللأسف مثل هذه الانتهاكات كان مسكوت عنها، يعني كما ذكرت يعني كنا في ربما في نقاشات كثيرة وفي مناسبات كثيرة نتكلم بأن هناك انتهاكات تطال النساء، هناك اعتقالات، هناك مداهمات لمنازل. حتى عندما يتم مداهمة المنزل لاعتقال الأب أو اعتقال الزوج واعتقال الأخ، من المتوقع أيضا حدوث انتهاكات تمس كرامة المرأة واعتداء عليها وعلى جسدها أو شرفها. هذه الانتهاكات نقول كانت من الأمور المسكوت عنها، لينظر عليها بأنها أمور محظورة وبأن المجتمع اليمني مجتمع محافظ لا يمكن أن تحدث مثل هذه الانتهاكات. لكن حقيقة بأن مثل المجتمعات المحافظة أو المجتمعات نقول يدعى بأنها مغلقة هي التي تحدث فيها الكثير من الانتهاكات. فيما حدث أو في الحرب اليمنية أو الحرب الحالية كانت توجد كثير من المؤشرات، يعني في مثلا في محافظة نقول مثلا تعز في منطقة معبر الدحي كانت كثير من القصص التي تصل لنا بأن هناك كانت يعني تقوم أيضا المسلحين التابعين لجماعة الحوثي في تلك المناطق بعملية الاعتداء على النساء، بعملية ضربهن، بعملية أيضا منعهم من مسألة الحصول على الموارد، الحصول على المساعدات. هذه كانت صور ظاهرة بالنسبة لنا، لكن الآن الحديث عن مسألة اعتقال مداهمة المنازل واعتقال النساء ووضعهن في السجون أو قد تكون حتى نعم ليست سجون تابعة للدولة أو تابعة نعم لما ما تبقى من أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة العقابية المتواجدة في الأمانة العاصمة أو في صنعاء، إنما قد تكون أيضا نعم في منازل أو يعني إذا تكرمتي في أماكن غير قانونية. نعم، في أقل من دقيقة، يعني ما هو دوركم نعم تجاه ما تم رصده من انتهاكات كونكم يعني لجنة وطنية للتحقيق في دعاة انتهاكات حقوق الإنسان؟
نعم، بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية لدينا راصدين في محافظة في الأمانة، 4 راصدين، وفي أيضا في محافظة صنعاء أيضا راصدين آخرين. حاليا نحن نقوم بعملية المتابعة. كما ذكرت نحن تلقينا بلاغات سابقة على هذه البلاغات أو على هذه الأخبار الإعلامية التي ظهرت بشكل متأخر، تطرقنا لذلك في تقرير السجون، تطرقنا أيضا في يعني في 26 نوفمبر أيضا عندما قمنا أيضا فعالية حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بأن هناك لدينا بلاغات، لدينا أيضا ملفات تم الانتهاء من التحقيق فيها بشأن التعرض للنساء في العام الماضي وفي نهاية العام المنصرم. بالتالي فدورنا هو هذه الملفات تجميعها تحريكها في المستقبل لأن تتحول لملفات قانونية، يحاسب هؤلاء الجناة ونسعى لعدم إفلاتهم من خلال تعاون أيضا الأهالي وتعاون أيضا الضحايا معنا بأن عدم ترك مثل هذه الانتهاكات أو تغطيتها. أتمنى أن تصل يعني هذه الرسالة وأن لا يخشى الأهالي من تبعات أي بلاغات. شكرا جزيلا لك إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات ادعية حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. عودة إليك أستاذة لينا. أستاذة لينا، يعني ربما بالبيان الذي يعني ذكرت وزارة الداخلية الخاصة بميليشيا الحوثي، ذكرت أنها هؤلاء النساء متهمات وأنهن على علاقة بشبكات تصل إلى العدوان حد وصفهم وما إلى ذلك. يعني برأيك يعني إن كان هؤلاء النساء متهمات، لما يتم سجنهن في سجون سرية ولما لا يتم محاكمتهن حتى على الأقل يظهر الأمر قانوني كما يدعون؟ صحيح، هذا هو السؤال آسيا. الآن لم توجه أي تهم لهن، لكن نقول معتقلات على أساس جريمة، على أساس فعل. لكن أغلب الحالات التي بلغ عليها كما فهمت هي اختطاف من الشارع، من المقاهي، من ليس لديهم تهم واضحة أو تهم حقيقية توجه لهؤلاء النساء، فقط تهم كيدية. إلى الآن نحن لم نعرف ما هي التهم الأساسية غير حكاية أنهم تعاون مع العدوان أو كما قالوا هي شبكة دعارة للإيقاع بالناس بالناشطين. هي مجرد تهم توزع على الحوثيين على النساء منذ بداية الانقلاب، لا شيء واضح. إذا كان هناك معتقلات لديهن حالة إلى النيابة تنظر في التهم الموجهة إليهم، أهاليهم أيضا، أعتقد أنه ليس كل النساء على تواصل مع أهاليهن، إذن هؤلاء مختطفات. بالنسبة للحوثيين للأسف لديهم يعني حتى الإعلامي من الحوثي لديهم مكينة إعلامية تروج لهذا الوقت، لتهمة الدعارة، لتهمة المس بالشرف. أيضا حكاية هي لا تمس النساء بشكل خاص، حكاية الدعارة آسيا هي أيضا حجة لكسر كما نقول نحن كسر ظهر الأسرة، كسر ظهر الأب. إنهم ينظرون للنساء، طبعا الحوثيين الآن يمارسون مكان ما يدعى عندنا العيب الأسود ضد النساء. أنا متوقع أن يعملوا هذه الأشياء، لم يتركوا شيئاً إلا وعملوا ضربة النساء، اعتقالات تم الاعتداء عليهم في الشوارع، سحبهم في الشوارع كما حدث في ديسمبر والفترة الأخيرة ضد النساء اللواتي نزل للتظاهر. أنا من يعني أنظر إليه كمخطفات وليس كمعتقلات، لا أعرف ما هو التوصيف القانوني كقانون صحيح، ولكن النساء ليس لهن قضايا، لم يوجه لهن أي تهم سوى هذه تهمة الشرف وهي تهمة يعني قديمة، فهن مخطفات. نعم، إذن ما رأيك أيضا بمفتي الديار الخاص بالحوثيين وما كتبه على تغريدة في تويتر ربما تابعتيها، يعني وهو يتحدث عن شرعية ما يقومون به لأنهم في مرحلة حرجة وأنه على المسيرة القرآنية أن تستمر في هذا الفعل، يعني شارعا ذلك الأمر دينيا وهو يعد بالنسبة لهم يعني وجاهة دينية، كيف تعلقين على هذا الأمر؟
هو غطاء يبرر للحوثيين انتهاكاتهم. لا يوجد شرع ولا دين ولا قانون يرضى بهذا الكلام الذي قيل. هذا هو مجرد غطاء لتهدئة الرأي العام اليمني، لتهدئة الشارع باسم العدوان، باسم الدعارة. لكن يعني استخدام الطابع الديني، أعتقد أنه هو أو الفتوى الدينية أصبحت شيئا قديم. الناس لم تعد تأخذ بهذه الفتاوى، بهذا الكلام. نحن نواجه مشكلة، ومشكلة ليست بسيطة، مشكلة كبيرة تمس اليمني بشكل، نعم، في صميم بيته، في صميم أسرته، في النساء اللواتي تعرض للقتل، العنف والابتزاز وتهمة الدعارة. هذا الأمر، وهذا مفتي الديار، يعني هو محاسب على هذا الكلام، لأنه شيئا يمس النساء إلى المستقبل. وصمة العار التي يخاف منها المجتمع ستظل، يعني إذا كان هو شيئا ليس صحيح، لكنه يظل مع النساء للمستقبل. نعم، إذا اسمح لي أستاذة لينا أن ينضم أيضا معنا عبر الهاتف فؤاد عامر، الكاتب والباحث من باريس. مساء الخير أستاذ فؤاد. مساء النور، أهلا بك أستاذة وبالمشاهدين. أهلا بك. إذا ما هو تعليقك حول ما تم رصده من منظمات حقوقية وصحف أيضا عالمية حول السجون السرية التي تم اختطاف مجموعة من النساء في مناطق سيطرة الحوثيين؟ نعم، في الواقع نحن إذا يعني شكل من أشكال الحرب الشاملة التي تقوم بها السلالة الهاشمية العنصرية على الأمة اليمنية، على دمائهم، على أعراضهم، على أراضيهم، على أموالهم، هي شكل من أشكال الاستباحة الكاملة لليمنيين، المبالغة في الانتهاكات والجرائم. ونحن إزاء جريمة، هذه الجريمة الأخيرة، نحن نعرف أن النساء لها يعني وضعية خاصة، سواء على مستوى التشريعات الدولية أو حتى على مستوى الأعراف المحلية. النساء يعني إذا نظرة سريعة مثلا على مسألة مكانة المرأة، الانتهاكات الجنسية وخصوصا المتعلقة بالفئات الأكثر ضعفا، هناك نوع من الحساسية الشديدة والتجريم ذو الدرجة العالية لكل انتهاك يتعلق بالنساء، نظرا لحساسية هذا الموضوع تجاه النساء باعتبارها من الفئات الأكثر ضعفا. هذا التجريم نلاحظه مثلا في مستويات عديدة، نلاحظه مثلا على مستوى القانون الدولي الإنساني، في المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، على مستوى القانون الجنائي المحلي اليمني، على مستوى التجريم الشديد على مستوى القانون الجنائي الدولي، على مستوى قانون المحكمة الجنائية الدولية. هنا انتهاك أيضا موجود عليه أيضا فيما الاعتقال النساء والاستغلال الجنسي كشكل من أشكال التعذيب في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتعذيب. هناك انتهاك أيضا فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للنساء في الاتفاقية الدولية، اتفاقية منع الاتجار بالبشر. إذا نحن إذا جريمة مركبة تأتي بأشكال متعددة، مسألة الاعتقال، إما بشكل الاعتقال التعسفي، إما بشكل الإخفاء القسري. طبعا هذه تتم كلها بدون أي محاكمات، بدون اتباع أسلوب الإجراءات الجنائية، بدون الالتزام بفترات التحقيقات والمهل القانونية والقضائية. تستغل النساء أيضا جنسيا وماديا من خلال المتاجره باعراضهم، شكل من اشكال الابتزاز لاسر هذه الضحايا. يتم استغلالهم ايضا من خلال اخذ المجوهرات، من خلال الزام ايضا اسرهم باتخاذ مواقف معينه. اذا الاسراء غير المشروع كما ذكر ايضا التقارير. اذا نحن اذا تحت هذا العنوان اللي هو الانتهاكات ضد المرأة اليمنية، الانتهاكات الجنسية، تندرج كثير شكل من أشكال كثيرة من أشكال الانتهاكات التي هي أيضا بالنظر إلى كونها جديدة في التاريخ المعاصر، يعني ليس
بالنظر الى سلوكيات هذه السلاله تاريخيا. لكن مثلا نضرب لك مثال، يعني قبل اشهر كان هناك بعض ندوه حول ما يتعلق بالاستغلال، التحقيقات لاستغلال النساء في اماكن مختلفه من العالم، وكنت مع احد المحققات الدوليات في هذا المجال، وكان من المثير، طبعا هذا قبل سنه، كان من المثير للاهتمام انه في اليمن ارتكبت كل الانتهاكات، لكن كان ملاحظ انه مساله الانتهاكات ضد النساء ليست ظاهره كنوع من الشرح. يعني انا حاولت ان اوضح للمستمعين انه المراه بحكم التكوين القبلي، بحكم التكوين العرفي، لها نوع من الحمايه العرفيه داخل المجتمع، لكن الان بعد ان خرجت هذه التقارير نحن اذا يعني لم تبقى هناك جريمه، لم يبقى هناك صحيح الا وقام بها أي انتهاك. نعم، لكن يعني هذه الجريمة والتي انتهكت ربما حرمة المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده، برأيك ما مدى تأثيره على النسيج المجتمعي على المدى القريب والمدى البعيد أيضا؟ نعم، هي سيكون لها تأثير كبير جدا، بحكم أن طبعا السلالة عندما تقوم بهذا الشيء، يعني هي تقوم بارتكاب هذه الجرائم، وعلى اليمنيات بالذات لا يوجد أي واحدة، اي امراه مثلا في هذه الانتهاكات تم مسها من ينتمين الى السلاله التي تنتمي الى هذه الجامعه الحوثيه. الغرض من ذلك هو اذلال كرامه اليمنيين، الامعان في اذلالهم، قتل الاحساس في الكرامه، قتل الروح اليمنيه، تعزيز نفسيه الانهزام اليمنيين اذا ممارسه هذه السلاله ومبالغتها في إذلال اليمنيين. هذه هي الأبعاد، وبالنظر أيضا تاريخيا كما قلنا، يعني كل هي لا تتورع في أي جريمة فيما يتعلق في اليمنيين ودمائهم وأعراضهم. يعني مثلا كنوع من الاستشهاد مثلا فيما يتعلق بأموال اليمنيين، عبد الله بن الحمزة أحد هؤلاء اليمنيين أصدر فتوى إرشاد السامع إلى أخذ أموال الشوافية، يعني كل من لم ينتسب للسلالة يتم أخذ أمواله مستباحة، تمام؟ وإذا كان هناك نوع من التحريم فهو فقط نوع من القانون الخاص لمن ينتمون إلى هذه السلالة، لأموالهم، لأعراضهم، وليس لجميع اليمنيين. لاحظوا معي مثلا فيما يتعلق أيضا بالأرض والدولة التي انتهكت السلالة، أحد قيادات هذه الجماعة قام بالتهديد بأنه سيفجر ميناء الحديدة. لا توجد، يعني حتى في عرف الانقلابات في العالم أجمع، لا يوجد انقلاب عسكري ولا جماعة تستطيع أن تقوم بهذا الفعل الذي يضر الأمة والأرض وفيه انتهاك خطير على أملاك الدولة وعلى ممكناتها، لكن هي لا تهتم بذلك. هي ليست دولة في نهاية الأمر. أتفق معك أستاذ فؤاد، شكرا جزيلا لك. فؤاد عامر الكاتب والباحث كنت معنا عبر الهاتف من باريس. عودة أخيرة لك أستاذة لينا. أستاذة لينا، ونحن نتحدث عن موضوع تأثير هذا الأمر على النسيج الاجتماعي، ما مدى تأثيره نفسيا ومجتمعيا أيضا على الأسرة اليمنية، على ترابطها، على يعني الأسرة الواحدة، وأيضا دائرتها المحيطة من مجتمع وغيره؟ صحيح، هو له أثر يعني كبير جدا على المجتمع، على الأسرة اليمنية. فقط بس دعيني شيء آسيا أطفن على الكلام الذي قاله الزميل. أحيانا يعني من الحالات التي صادفناها كمؤسسة وتعاملنا معها في صنعاء ما تعمله الميليشيات أيضا، ليس فقط الاختطاف أو الابتزاز أو كما حدث. أتذكر يعني قصة تابعتها المؤسسة عن امرأة يمنية متزوجة وزوجها مختطف أو معتقل مع الحوثيين. كان المشرف الحوثي الذي ألقى القبض على زوجها واعتقله يطاردها دائما، تم تهديدها، تم تهديد أسرتها، تهديد باختطاف ابنها، كان يتحرش بها يعني بشيء ما يخالف الطبيعة اليمنية، المجتمع اليمني، العادات والتقاليد. المرأة كانت تحاول الفرار في صنعاء، لم تستطع أن تعمل. كما هناك أحب أن أشير أيضا على شيء افتقدناه الآن في صنعاء،
هناك العديد من المنظمات في آسيا المفترض أنها تعمل على برامج حماية، إن كانت مؤسسات دولية أو مؤسسات وطنية تعمل على برامج الحماية. هذه برامج الحماية هي حماية النساء ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، العنف الأسري. للأسف هذه المنظمات لم تستجب لأي مما يحدث، لم تستجب عن النساء المتظاهرات، المعتقلات، المختطفات، اللواتي تعرضن للعنف، حتى الحالة التي حاولنا المتابعة بها مع عدة منظمات لم يستجيبوا لها. نعم. أيضا هناك نوع من عدم الثقة، لم يوجد يعني مجتمع مدني صحي لعمل هؤلاء المنظمات بشكل طبيعي. للأسف انتهى الوقت. لينا الحسني، رئيسة منظمة أكون للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من السويد. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.